ساري وصلنا لفقرة نحن دايما بنحس فيها، وفي كتير من المشاهد أو الأحداث أو التصرفات أو حتى الكلمات ممكن تحصل أمامنا بنشعر إنه شاهدناها قبل بوقت. شو هي هالظاهرة وشو تفسيرها؟ وهل تتشابه الأحداث بالفعل أم أنها مجرد نوع من الحدث؟ أسئلة رح تجيبنا عنها الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحي غالية، أهلا وسهلا فيكي. هلا، أهلا وسهلا فيك غالية. بداية يعني ذكرت أريج بالمقدمة إنه في مشاهد كتير نحنا بتمر علينا، وفعلا منقول إنه نحنا فايتين على هذا المكان، ملاقيين نفس الضوء، عاملين نفس القصة. يعني شو سبب هالقصة؟ هي شغلة بنرجعها علميا، في عالم بترجعها لعلمية، للشيء العلمي والفلسفة خلينا نقول، وفي عالم بترجع لأشياء تانية ممكن تتعلق بالدين، ما بدنا ندخل بهذه التفاصيل. خلينا نحكي لشو هي بترجع بشكلها النفسي. اوكي، هلا حنبلش معك بكلمه كاني شايفك او انا بعرفك او لحظه انا هذا المكان شايفه. هي الاسئله اللي بتبدا معنا لما بصير معنا هاي الظاهره الغريبه او الفكره الغريبه اللي بتدخل طارئ علينا ضمن الدماغ. فكره ظاهره الديجافو هي ظاهره نفسيه لحد الان لم يثبت لها اي تفسير علمي بحت، ولم تسند الى اي نظريه تبين شو هي الفكره او شو هي الظاهره اللي بتصير. الفكره بالمجمل هي اللي بتصير انه هي حالات من او اجزاء من الثواني بتمرق قدامنا وبتعطينا الفكره انه نحن عايشين بهذا المكان او سبق وشاهدنا هذا الشخص او سبق، وعلى ما يبدو انه حنتنبأ قليلا من الاجزاء من الثانية انه بشيء ممكن يصير. هلا خلينا نفصلها شوي بشكل اكثر. هو بتتجزأ لسبق اني انا شيء حسيته او شعرت فيه، او اني شيء رأيته، او اني شيء او مكان اني انا زرته. اكثر اكثر من تحليلات بتصير. العمر المحدد لهي الظاهره او لي ممكن اكثر شيء يصير هي بتبلش بسن بين ال 15 سنه لل 25 سنه، بعد بلش بتتناقص لحتى بصير عندنا مراحل من النضوج والوعي اكثر من هالحاله. 70% من الناس هي اللي بتكونوا معرضين دائما تصير معهم هاي الظاهره الديجافو، وبكل حاله وبكل دقيقه معرضين انها تصير معنا. العالم اللي اظهر هالاسم هو ايميل بورياك، هو اللي طلع حسب كتاب مستقبل علم النفس هو اللي اطلق هاي اللفظه عليها. هلا الفكره او النظريات اللي بتشرح انه شو هي هاي الظاهره او كيف بتصير. لما انا بستقبل معلومات او بدخل على اي مكان، المسؤول عن بالدماغ هو الفص الصدغي الانسي اللي فيه مكان هو اللي هو الحصين او هو المسؤول عن استرجاع المعلومات او تحويل المعلومات واعطائها. الفكره اللي بتصير هو احيانا عدم تزامن بين الذاكره البعيده والذاكره القريبه، فبتكون الفكره فعلا هي عم بتصير على ارض الواقع بالذاكره البعيده القريبه لحتى تتحول للبعيده. هذا المكان اللي هو الحصين بدل احسن بصير عدم تزامن بنقل المعلومات بين القريبه والبعيده، فهذا التزامن ممكن يبعثها للذاكره البعيده وبيرجع بيعطينا امر للدماغ على انه هي الذاكره هي فعلا هي الفكره هي فعلا كانت قديمه ونحن سبق وعشناها وصارت معنا ضمن هذا الحياه. هلا بتعالى الموضوع بيمكن تخزين الاحداث المتراكمه بالعقل الباطن عنا. تمام عزيزتي، كمان في دراسة أسندت أنه أحياناً الدماغ بيحاول يعمل حالة من تشابه المواقف أو نوع من الألفة، كمان هو الحصين بيساعد على هذا الشيء. فأحياناً بيكون في عنا ذكريات قديمة جداً مرت بتاريخ حياتنا، فهي الفكرة أنه ممكن يحاول الدماغ يعمل آلية تطبيق للمواقف، ولكن أحياناً بيفشل، فبيعطينا هذا الإحساس أنه أنا شفت هذا الشيء أو سبق صار معي، فممكن يكون في محاولة لتطابق أحداث مرت من السابق ولكن باقت بالفشل. نعم، يعني خلينا نرجع للحدث، نحكي عن الحدث. هل علاقة الحدث بهذا الشيء اللي ممكن نحن نشوفه أو نستذكره له علاقة شيء الحدث تبع الإنسان؟ هلا خلينا شوي نبعد عن الدراما اللي بتكون محليه، لا يا صديقتي، لانه هذا الشيء بيكون بعيد تماما. فكره الديجافو هي الظاهره اللي بتصير، هي فكره بتصير حادثه انيه، يعني باللحظه اللي انت موجوده فيها. تماما. ولكن الحدث كما يقال او يعرف اكثر تماماً. هو احساسي بما ياتي من المستقبل. تمام، يعني مثل ما قلت لك انا هلا شايفك، ولكن هي اجزاء ثواني بتختفي. الحدث بيقول لك انه انا ممكن اعرف انت شو عم تفكري او احساسي فيما بعد المشهد المستقبل. مثلا يقدر يشوف المشهد، ايه، او انا حاسس شو عم يصير ممكن بلد تاني او مع شخص تاني او شيء، فلا هو بعيد تماما، ولكن لغط المعلومات اللي بيصير وانسجام المعلومات فبيخلينا نخلط كذا معلومه مع كذا قصه. هي نقدر نتحكم او نسيطر على هالشعور؟ يعني فينا انه نحن نوقف يمكن هذا الشيء اللي بنحس فيه انه نحن شايفين هذا الشخص قبل هالمره، او نتحكم بمشاعرنا من ناحيه هذا الموضوع؟ هلا صديقتي، لا، ما فينا نتحكم بهذا الشعور لانه هو عباره عن ظاهره كثير طبيعيه وبتصير بشكل
العادي يعني، وبتجينا هي اجزاء من الثواني ما فينا نتحكم فيها، ولكن امتى ممكن انه تصير معنا؟ اكثر شيء ممكن تصير عندنا لما نكون في عندنا حالات من التوتر والضغط النفسي. فعلا هي ظاهره الديجافو بهالحاله بتتكرر كثير وبتنزل على ارض الواقع. اذا كانت مزعجه بالنسبه لنا وما حاولنا نفكر فيها فبكفي انه اذا حاول نطلع التوتر والضغط اللي موجود عندنا فبهالحاله نحن بنرتاح فيها. بس يمكن نتحكم اوقات فيها لا ما فينا. يمكن اوقات الواحد بصير بصر اكثر انه انا بدي اعرف وين شايفك، بدي اتذكر الموقف كيف صاير، لانه يعني هو حس حاله انه داخل هالموقف، يعني هذا الموقف صاير معه قبل هالمره، فبتصير يعني هيك بيعصر مخه شوي زياده يمكن لحتى يعرف انه هذا الشيء وين شايفه قبل. هلا كمان في دراسه كمان اسندت لهذا الموضوع انه هذا الشيء ممكن يكون له تعليق بالاحلام. المعروف ان كلياتنا نحن بآليات النوم فمنشوف اطوار من الاحلام ومسلسلات وقصص تمام، ومو دائما كثير نسبه قليله اللي بتصحى الصبح بتكون متذكره جزئيات الاحلام او التفاصيل، ولكن الدماغ بيكون محتفظ بعضا ما من هذه المعلومات، فاحيانا لما بينزل على ارض الواقع بيلاقي نقط متشابهه مثل ما قلت لك بيحاول يجمع معلومات. فبنصير هون بنقول انا الشخص فعلا شايفه، وحتى بيثبت لك انه لا مستحيل انا شايفه، انا اكيد ملتقي انا وياك قبل هالمره او هالموقف حلمانه فيه. كلياتنا بتصير معنا انه انا لحظه هذا الموقف هيك صار وشوفوا هلا هيك بده يصير. هلا بالنهايه احنا بنستمتع بالدراما اللي بتصير والاجوبه اللي مغلقه بالسحر، ودائما يعني بنتفرد بفرد اشارات الاستفهام حوالينا انه نحن الاشخاص اللي شفتوا انا شو عملت وانا شو سويت وانا بقدر هلا اكشف بعد شوي، وبتفتح معنا القصه. صحيح صحيح. غاليه خلينا نبعد عن شوي، نتطرق لفكره ثانيه شوي يمكن بعيده بعيدة قريبة عنه. خلينا نحكي على الشغلات السلبية اللي نحن ممكن نشوفها. دائما بنقول انه لا لازم نحن في شغلة شفناها هيك ممكن بعقلنا الباطن شغلة سلبية، مثلا موقف سلبي، تخيلنا موقف سلبي قديش نحن لازم نبعده عننا، لانه بيقولوا انه احيانا اذا ضل الفكرة السلبية اللي انت شايفتيها بعقلك الباطن بتصير على الحقيقة. قديش هذه الفكرة مضبوطة؟ يمكن انا ما وضحتها بشكل لا الفكرة تمام. تفضلي. شكرا كثير على السؤال، لانه عن جد انت عم تحكي شيء من قلب الحياة اللي عم يطلع. الفكرة السلبية انه نحن بالاسف بنكون عم نفكر دائما بافكار سلبيه. صحيح. يعني اذا مشينا بالطريق، اذا نزلنا على الشغل، اذا كنا باي مكان عام، دائما بنتلاقي متوارد الافكار السلبيه، او هيك ممكن يصير او هيك ممكن يصير. للاسف في عنا آلية انه العقل الباطن هو بس مجهز لحتى يستقبل منا المعلومات، يعني بياخذ المعلومه بدون ما يسالك خير او شر، بتجوز ولا ما بتجوز، وبيرفعها ضمن الملفات الموجوده عنا. بعد كل فتره بيرجع بيعرضها على العقل الواعي انه هل المعلومه لسه انت مؤمن بها، نزلها على ارض الواقع. فنحن لما بنكون كثير سلبيين وكثير حدا متوتر وكثير حدا متشائم للاسف، ففعلا بنبعث له اشاره انه اوكي نزلها، فما بتلاقي انه فعلا التصرف صار على ارض الواقع، يعني مثل اللي حكى الفعل وامن فيه وبعده شوي لقاه على ارض الواقع. الفكره السلبيه كثير لازم نكون حذر انه احنا عم نبعث الاشارات والمعلومات واي شيء للعقل، لانه هو بس مجهز انه يستقبل المعلومات، ما انه مجهز للباطن انه يخير بين خير ولا شر، سلبي ولا ايجابي. فكثير لازم نكون دقيقين، حتى احيانا على ادق التفاصيل، انه لما بنوقف جنب المرايه احيانا كثير ناس بتطلق احكام سلبيه على نفسها، بتنتقد شكلها او بتنتقد اشياء جزئيات فيها او بتنتقد كلامها، فهذا الشيء للاسف كل شوي بيصير بيجي على ساحه الشعور، انه انت واثق من المعلومه نزل لك اياها، واثق من المعلومه لحتى نزل لك اياها، فبعد شوي بتلاقيها صارت متعايشه معك مع الحياه. هون نحن بدورنا كيف بنقدر نجذب اكثر يمكن الطاقه الايجابيه لنا والاشياء الحلوه لنا، شو هي يمكن اكثر الادوات يلي بتخلينا نمتلك اكثر اشياء حلوه بحياتنا؟ بكل بساطة عزيزتي أنه ننطلق بكل أريحية للحياة. الحياة هي كتير متعة حلوة، فيها كتير أشياء جميلة، فيها كتير شغلات رائعة بتستحق لسه الاكتشاف بشكل كتير كبير. حاول دائما بعد الأشخاص السلبيين، الأشخاص اللي بشعر أنه طاقتهم كتير سلبية بالنسبة لي، ما حاول أتعاون معهم دائما. لما بشعر أي شخص بيدخل ضمن دائرة التأثير الخاصة فيني وعنده طاقة سلبية، عنده أفكار دائما بشوف النص الفاضي من الكاسة، دائما عنده أفكار مرعبة، فأنا بهذا الشخص شو من كانت علاقته بحياتي فأنا ماني مضطر أساسا يكون ضمن دائرة التأثير تبعي. فبحاول دائما استثنيهم، بعد عنهم، أفرض أنا جوي إذا كنت إنسان عندي طاقة كتير عالية، إذا عندي كان روح كتير مرحة، دائما انطلق للمساحات الواسعة، دائما اختار الألوان المضيئة، حاول تكون إلي نظام معين، ما دائما أحصر حالي بنشاط محدد، بعد عن الروتين لأنه هو قاتل للحياة بشكل كتير طبيعي، ودائما حس حالي انه كل يوم في عندي فرصة جديدة. صح.
أنا ماني موجود هون بالحياة لحتى انتهي بس بهالوقت الدقايق، أنا كل يوم عندي فرصة جديدة، وبين دقيقة ودقيقة في عندي معجزات رح تحصل. بالنهاية الإنسان هو معجزة بحد ذاتها، بكل دقيقة عم يتجدد من أول وجديد. تمام غالية، قديش الإنسان لازم يكون متصالح مع ذاته، بينطلق من نفسه، ما يحتاج أي حدا لا يكون عنده مثلا خلل، ما يحتاج أي حدا أنه يسانده، لازم ينطلق من ذاته لا يقدر يعالج أي شيء مثلا بمر فيه من خلال المواقف اليومية اللي بتحصل معنا، من خلال حتى الماضي اللي مثلا نحن عشنا. أحيانا بنستذكر ذكريات ممكن تعب النفسية، قديش نحن فينا نكون أقوى من هيك، من ذاتنا، كيف فينا نقوي ذاتنا من دون ما نحتاج لأي شخص جنبنا. خليني أشكرك مرة تانية على السؤال لأنه عن جد كتير حلو. حبيبتي لما بدك تكون نحن نطلع من ذاتنا أهم شيء نتصالح معها. بالنهاية هاي الذات الموجودة معنا وهي الروح الموجودة معها هي أمانة، ولازم نعاملها بكل الحب، بكل الرفق، بكل الإحساس، إن هي أول شيء ملموس روحي بيستاهل المحبة والحنان قبل أي شخص خارجي برا. فأنا لما بدي أكون أتعامل مع ذاتي، أتفق مع ذاتي، بكفي إني دائما يكون في بيني وبينها هذا الحوار اللطيف، هذا التجرد من كل المنمقات تبع الكلام، الحوار اللطيف الهادف. يعني نقعد آخر النهار أنا وياها، لا حتكون شوي الكلمة إنه أنا وياها، أكيد أنا وذاتي رح أقعد آخر النهار إنه مثلا يا غالية شو عملنا اليوم، شو حكينا اليوم، زعجنا حدا، عملنا موقف إنه كان إيجابي، سوينا هذا الشيء، أنت برأيك نتحاور معك كأنه شخص موجود على أرض الواقع. بالنهاية صدقيني رح تسمعي صوتها، رح تعكس لك إياها، ولما يكون في رضا منك ومنها رح تنعكس على تصرفاتك، على ملامح وجهك رح تنعكس هذا الشيء لما يكون في تصالح بيننا وبينها. وما في داعي إنه إذا نحن فتنا بموقف سلبي أو بتجربة كانت فاشلة إنه نفوت في حالة جلد الذات وهذا التعذيب المستمر، بينفصلوا عن العالم، بيتقوقعوا بالدائرة السوداء اللي موجودة عنا، بنقبل أي شيء من مبرهجات الحياة، ما عاد نقبل شيء، دائما عقدة الذنب، أنا عملت، أنا ساويت، أنا الحق علي، أنا 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 أنا. بالنهاية كل إنسان خطاء يعني، وأحلى الخطاء اللي بيعترف بخطأه وبيحاول يصلح. فالحوار مع الذات والتفاعل معها، وعن جد أنا كمبدأ بقول إنه خدك صديقة كتير رح تتفاعل انت وياها، واول علامه بتعطيك انه في صار ود بينك وبينها هي ملامح الوجه لما بتفيق الصبح، بتعطيك الاريحيه اللي موجوده عليها. خاصه يمكن وقتها نفكر بالاشياء اللي بتضايقنا، الاشياء الحزينه، يمكن اخر دراسات اكدت انه وقتها نحن نرجع نستذكر الاشياء اللي مرينا فيها وما كانت حلوه، منضيف بعض التفاصيل الصغيره عليها، يمكن بتخلينا، هي ما بتكون صايره لكن بتخلينا نحزن اكثر. دائما مهم انه يتم جلب الاشياء الجميله ليومنا، الاشياء الحلوه، ونبعد عن كل شيء سلبي، يمكن بدءا من ذاتنا مثل ما ذكرنا، بعدين ننتقل للاخر. طبعا شيء اكيد لما تستجلب اي ذكرى، اي ذكرى لها وجهين، حتى لو كانت ذكرى سيئه بالنهايه لها وجهين، ولكن للاسف نحن بناخذ الاول ظاهره بتطلع لها انه هي بشعه وسيئه وزعجتني واي شيء، ولكن فيما بعد مع مرور الايام لما حتسترجع الذكرى من اول وجديد حتلاقي فعلا في ان كان لها جانب ايجابي، ولو على مبدا بسيط ولكن جانب ايجابي، على مبدا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اكيد اكيد اي شيء بالحياه له وجهين، حتى الذكرى السلبيه لها وجه ايجابي، يمكن ما يطلع باللحظة الآنية لكن حيطلع بالمستقبل، ولحنقول الحمد لله اللي كانت ذكرى ما ضلت حاضر، لأنه كتير كنا ريحنا على حالنا عقبات نفسية. نعم، يعني بدنا نتشكر كتير المعلومات اللي فتينا فيها، بدنا نتمنى للجميع أنه يكون مرتاح، ريلاكس، متصالح مع نفسه، نبعد كل الأفكار السلبية، وإن شاء الله دائما بيكون بكل بيت وبكل شخص وفرد سعادة وفرح وسلام نفسي وهدوء نفسي. بس أنا شايفتك وين. شكرا كثير على المعلومات المهمة اللي أضفتيها لصباحنا غالية. حبيبة قلبي شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا لك غادية أريج لهون.